رجعنا لحضراتكم مرة تانية في الخلاصة، موضوع حقن التخسيس، التداعيات أو المضاعفات والحالات الطبية المرتبطة بيها، مين بيقدر يستخدمها ومين لا، وإيه هي الحالات اللي بنستخدمها فيها أصلا. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في الاستوديو، الدكتور محمد عز العرب، استشاري البطنة والكبد والجهاز الهضمي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ودكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ جراحات السمنة والمناظير، منورنا في الخلاصة. خلينا نبدأ مع دكتور محمد عز العرب، احكي لنا حكاية حقن التخسيس. أولا، ليه في الجدل الكبير ده حواليها، وهل هي بالفعل بتؤدي لمضاعفات خطيرة جدا زي اللي سمعناها في التقرير، ولا دي حالات نادرة؟ هو يعني عشان ما يكونش في يعني تحيز لحاجة معينة، احنا في أي موضوع لازم نشوف الناحية الطبية بتاعتها ايه. الناحية الطبية بتشمل حاجة كثيرة قوي، دواعي الاستخدام، ايه الآثار الجانبية، ايه المضاعفات، من يصرف هذا العلاج او يقوم بهذا الاجراء، دي من ضمن يعني تنظيمات اخرى. طيب احنا نقول حقن التخسيس، لو عنوان كبير كده يعني حاجه بتشد اللي ايه يعني الجمهور زي ما بيقولوا، خصوصا الناس عندهم سمنه، وخصوصا السمنه المفرطه اللي هو معدل كتله الجسم فوق 30، والما فوق السمنه المفرطه اللي بتعدي كتله الجسم فوق 40. فاحنا بنقول لا، الوضع مختلف. الموضوع مختلف ايه؟ ان احنا لازم الرسالة الاعلامية التوعوية توصل بطريقة سليمة، ليس مع او ضد، ولكن بناء على اللي احنا نقول بسموها كلينيكال ستاديز، اللي هي التجارب الكلينيكية، ودي اللي عملت مجموعات متشابهة من الناس وشاملة الامراض. طيب خلينا نقول الامراض، هل كل واحد سمين ده يعتبر خلاص يتعالج نفس الطريقة؟ لا طبعا. يعني عندي السمنة قد تكون خلل جيني، يعني في طبعا نسبة قليلة زي حاجة اسمها برادر ويلي، في حاجات زي كده، في بعض اضطرابات في الغدد الصماء، يعني أبسطه أشهرها نقص إفراز الغدة الدرقية أو زيادة ده يعمل يعني سمنة مفرطة. لو تعالج يعالج السمنة بالضبط. يعني لازم أدخل، مهما أخدت علاج أو عملنا أي تدخل حتى لو تدخلات جراحية بدون مرجع لأن عالج السبب الرئيسي، هيرجع تاني السمنة. في الحاجات اللي هي بتاعت اللايف ستايل بتاعتنا، يعني واحد بياكل كتير والويسترن والحجبه والجانك فود والكلام ده وبتاع، مفيش حركه، فدي كلها عوامل. خلينا اقول لحضرتك في جزئيه برضو لقيناها بنلاحظها في بعض الادويه، يعني بعض الناس بياخدوا ادويه على مدى طويل جدا جدا، فمن اعراضها ممكن يحدث السمنه زي ادويه الصرع، ادويه النفسيه، الحاجات دي كلها. فاذا انا كطبيب لما يجي واحد وعنده سمنه انا عايز اتعرف بالدكتور، لازم اعرف اولا، وفي نقطه مهمه، التاريخ الاسري. يعني لازم اسال عليه تاريخ اسري، هل في عنده مشاكل في غده درقيه، سرطان في الغده الدرقيه خصوصا النوع النخاعي، هل في نوع تاني من اورام الغدد الصماء سواء من تو، يعني انا مش عايز ادخل ساده مشاهدين في لبكة. فالموضوع مش سهل. ليس اي واحد عنده سمنه اقول له تعالى واكتب له على طول العلاج. لازم اقعد واشوف واكشف عليه، واكشف على الغده الدرقيه، واشوف هل في البنكرياس، في حاجه ان عندي المراره، هل في حاجه مشكله عنده، هل في عنده من البدايه خالص ارتجاع ومشاكل كبيره قوي، يبقى هفرض عنه حاجات، هل في اسهال مزمن عنه، يبقى في عنده الحاجات اللي كنا بنستخدمها قبل كده بالفم. فانا بقول لحضرتك ان موضوع كتابه روشته للسمنه ليس موضوع سهل، وليس عن طريق السوشيال ميديا. ده بقى